بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصيدة مرثية بوالدي الشيخ عيد بن جبر بن مثيري الكريباني رحمه الله واسكنه فسيح جناته. بسم الله أبدأ وابتدي بول القيل، الخالق الرزاق محصي عبيده، رب خلق خلقه بدق التفاصيل وسوى الأراضي والسماوات بيده، اللي على العرش استوى دون تمثيل، ولا له شبيه ولا بخلقه نديده، في قدرته يسلخ نهاره من الليل ويدبر الدنيا على ما يريده، وسوى بنادم من تراب تشاكيل، منها بدا خلقه فيها يعيده، وما في السماء والأرض طوعا وتذليل، تسجد له تسبيح تنوت حميده، وعلى نبيه نزال الحق تنزيل، مبشر ومنذر من وعيده، ومن بعد ذكره ببدي القاف وطيل، وابدع من جداد النشايد نشيده، لو كان مالي في طرق المواويل، عن الشعر صايم ليال عديده، لمده ما قد طرقت التماثيل، ولا نظمت من القصايد قصيده، مقفل بيبان الاشعار تقفيل، ومغلق عناوينه ومغلق بريده، لشك دكه بالضماير والاويل، روابع شبت بصدري وقيده، قعدت أدير الفكر وأحط وأشيل، وبديت ترتيب البيوت الجديدة، مثايل يطرب لها السمع ويميل، وتحرك إحساس القلوب البليدة، شرايد من شاعر يوفي الكيل، ولا يخلي في الشرايد شريدة، ونقحتها عن ساقط الهرج والميل، حتى الطاوع لي مع الدرب سيدة، ويالله يا منزل تبارك والإنجيل، يا خالق جيل وجيل تبيده، تفرج من دمع سوات الهماليل، يبكي ولا حقته غبون ولهيده، ما هو على فرق الرموش المضاليل، خطوه انوف تو زمه نهيده، يبكي على عود محن كح الحيل، فقيد تنيا ويها من فقيده، ابو منيف اللي ليه قلط الشيل، يبرك لها ما فيه حمل يكيده، ابن مثير يعيد نسل الحلاحيل، وليد تم تسلسلم من وليده، شيخ على ربعكما شاطي النيل، ومصدر ومرجع للعلوم الأكيدة، عسى العوض به من يحوش التنافيل، منيف زيزوم الأمور الشديدة، ستر العذارة لابسات الخلاخيل، شوير أخوه بالمهمة عضيدة، ونواف شيخ للنشامة مدهيل، صميد عنا ضرعت عينه بعيدة، حرني والصف بعال جدي وسهيل، ومتحيز من له في حبال جويدة، مقدم كريبان الظفر وأهل الخيل، أمجاد هماهي جديدة تليدة، من لابت في كل موقف رياجيل، عواز من عند المعاند عنيدة، وهذه هي الدنيا نزول وترحيل، مسيرة والكل شي ضديدة، ولا دمي لو عاش عمره تمهيل، يزرع ويجني فالنهاية حصيدة، والموت سنة والمنايا محابيل، من عاش صياد المنايا يصيده، والعمر يمضي والليالي مقابيل، ساعاتها بين الشقا والسعيدة، عام بثر عام وجيل بثر جيل، ومفات مات ومستحيل تعيده، دنيا نتعرضنا الشقا والبهذيل، توميبنا وما يلهوى في الجريدة، ما يبدأ يمتن شرابة الهيل، أهل العلوم الطيبة والمجيدة، يوم أخذت قبله رجال مشاكيل، صتايم من كل سمو بديدة، ومن بعدها نبدأ الدعوة تهليل، ونرفع يدينا مخلصين العقيدة، يا رب يا منزل على الرسل جبريل، أنت الحميد ذو الصفات الحميدة، بدينك أعمار البشر والمحاصيل، وبأمرك تنقص كل شيء وتزيده، بلطفك يصير لنا الصعايب تساهيل، وعطفك يحل الكايدة والمكيدة، تحيي وتميت وتبعث الأرض بالسيل، وارحم من الأمة الحنون الوديدة، اغفر ذنوب اللي عليها الثراهيل، والطف بنفس في لحدها وحيدة، واصطل حد ماله لقوة ولا حيل، إلا برحمتك العظيمة تفيده، والسع بقبره لين ينفخ إسرافيل، يبعث مع أرواح العباد الشهيدة، واسقه من الكوثر براد الشهاليل، بخضر الجنان الباردات المديدة،
وتبدله من دار دنياه تبديله بدار يعيش بها حياة الرغيدة بجوار من فضل على الرسل تفضيل مع الزبير وعامر ابو عبيدة حسناك يلي لا قليل ولا بخيل يا مجري يندم البشر مع وريده يا منجي بيته ويا مهلك الفيل ارحم عباد في المقابر سميده واغفر الموت المسلمين الجهاهيل اللي تمادوا بالحياه الزهيده وعدهم الشيطان فقرا وتضليل وعاشوا متاهات الضلال البعيده يلقى على عقول الاوادم مداخيل ابليس وسوس للعقول الرشيده ووعدتهم عطفك ولطفك من الويل فضلا ورحمه دون جهد وجهيده وتمت بذكر المعتلي وانتهى القيل والشعر بنك ما يغلق رصيده صلاه ربي عد وابن المخاييل على محمد خاتم الرسل سيده الشاعر يوسف عيد الكريباني العازمي.